يا فرنسا ردينا حقوقنا يا فرنسا يا فرنسا ردي الحقوق اللي سرقتها للشعب التونسي je suis pas ni contre les français ni les européens ni rien ni personne mais il faut quand même il faut contre les gens qui profitent. ردود الفعل مش كبيرة فعل عطي ناس ما في العادة السابق الناس ما كانش تكلم كانت تكلم وكانت تسكت بسرعة ويعرفوا كيفاش يمتصوا الغضب نتاعها على طريق السلطة ولا على طريق هما الشركة اللي يعني أصبحوا فنيين في هذا هذاك هو واقعنا واقع عن الانقسامات واقع هذا أن نقبلوا دائما الضغط بسرعة وما نصبروش هذاك هو معناه الواقع نتاعنا في جرجيس Le mouvement social, qu'est-ce qu'il faut faire une semaine et qui se justifiait à la limite pendant une semaine a duré un mois. Ça, c'est dramatique. Allahu Akbar ala Tourat. Yahya Shab. Yahya Shab. Yahya Shab. Comment vous avez trouvé Zarzis? Ils sont bourrés de fric. Bourrés de fric. Eh ouais, ils sont comme ça. Eh oui, mais ils doivent donner, ils doivent payer le gouvernement, et voilà. Le gouvernement, ils sont, vous entendez parler de fraude fiscale, là. Ils ne sont pas en train de payer là, les impôts. Ils sont hors la loi, strictement, là, c'est la cata, là. Et en plus, côté environnement, c'est fini, là. C'est fini, là. Les plupart des capitalistes. C'est comme ça, hein. Il y a des lois, mais ils sont des Français, enfin. Ouais. C'est des Français, là-bas. C'est ouais. Le salin de midi, hein. C'est les salins du midi, ça? Si. Mais foutez-les dehors! Tunis, Chemalen, Ouesta, Ougarba, tout le monde est en train de se faire. À la fin, c'est le nefes qui est le cas de la Thaoura. Et c'est ce qui est le cas de l'Istamar. Mais il ne s'est pas le cas de tout. عملوا اللي عليهم وحنا لازمنا نكمل هذا مقاعدين نخرجوا 8-25 يورو 500 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 يورو ما هي البري هذاك موجود؟ مادام الفاريابل انا نعطيك لا شوي انت قاعد تخرج في الكورو انت تراك ود بلادنا نحكي ماهيش نحكي مع فرنسا ولا اسمعني هذوما 50 مليار اللي قاعدين يوصلوا اسمع هذوما عندك 50 مليار 50 مليار قاعدين يصبوا في جيوب لو جروب سلام وبعدين يهربوا على تونس سنويا لا خويا راهو انتردي راهو بالله بالحق لا بالمجد المنتخب سيبان من شركه راهو يفهم في المحاسبة إذا كان الشيفر دافير ينقص الربح ينقص وبذلك التاكس باش تنقص احنا توا بعاد على التاكس يعني ما وصلناش للشيء هذا احنا ماناش قاعدين نشوفوا معناها شنو المدخول تونس منه تراك وزيت امبلونتي سير 132 كيلومتر كاري وعليكم السلام تعرف هذا يعادل قديش؟ يعادل 1774 هكتار
في زرزيس 1774 هكتار هذا في زرزيس وقت اللي احنا في زرزيس ساكنين في 34 هكتار زرزيس هذه كلها هوني دون 34 هكتار ونتكلموا عليها انا عندكم 50 مرة أربع كل سكون كيف احنا واللي هذه ارض جدودنا راهي مش الارض حتى كلب الريح بدر بديك يا زرجيس الروح بدر بديك يا زرجيس تعطينا لا برودكسيون تاع كوتيزار لباس مراسل زرزيس مانيش ماشي توجيه صفاق سوسه جايين مش عارفين زرزيس مرحبا نهار تبدا تخدم ايوا تقري انت عندنا احنا باهم باتنا دي بات باهم عندنا في بلدية نتاع البلاد هذيا فهمتي ولا والله اعلم شنو اللي تحتها فهمتي ولا ما ياخذوا حتى فرانك على الكوتيزال بارتيسيباسيون مونيسيبال اللي التريك هذا نتاع ملاحه ولا هذا اكثر من النرويج انا كرهبت على تريك بنقردان عاودت المدينه نتاعها من نوطه دفوه تونس لازم جروب سلام يخلص كل كيلو ملح خرج من تونس يخلص عليه 10 دولار لتر اللي عمل الكل باش نطالبوه به ما بحكم بعد باش تولي القضيه 10 دولار لتر في زرزيس هنا هنا ان بورسونتاج كون فا فيكسي او نيفو دو لا مونسيباليتي احنا تو البلديه تقرروا قداش وكل كيلو ملح خرج من زرزيس من نهار اللي حليته باش تخلصوا عليه الكل وبعد نبداو نتفاهم بعد نبداو نحكوا راهو عائله توقف عليها شهرين راهي زرزيس كل شي غادي وراهي زرزيس وراهو انسوها قول لها انسوها احنا جون بريفير تقعد دريتنا كنت تمشي في التراب تحت كراين فرنسيس والنرويجيان والبريطانيك اللي فهمتي ولا دي نافير فهمتي ولا انت ماشي نرويج حاولوا لها الوجهه فهمتي ولا اللي هو طاب نتاع الطاوله يبيعوه باش تلحق البريطانيك باش نجموا يتعدوا في الكياسات. كوتيزار هذه موجوده من القرن التاسع عشر 1800 وحاجه اللي لقينا الأثر من تاريخ كوتيزار كان في خنيس عام 1903 كان صارت في خنيس بعض العاملين في وسط الملاحة متاع خنيس عملوا ضراب وبش زادوهم في الرواتب متاعهم هما نفس الناس هذوما هما اللي كانوا من المؤسسين للاتحاد عام 1924 8800 فرانك pour accumuler ces montagnes de sel Pas de machine, le cheptel humain est moins cher. Qu'importe les pieds rongés par le sel 8 heures par jour. ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين تأسست معنا صار عقد مع البيات في وقت البيات مع كان فيه العقد هذا جنرال دي جولبون جنرال دي جولبون اللي في جرجيس معروف عنده داره معناها في أحلى مكان في البحر على البحر بتاع جرجيس للا مريم وعنده دار أخرى وكان كنا احنا نسمعوا به هو ونويرة في ملاحة جرجيس مش هذه طبعا هذه مكان جديد متاعهم هذه بعد الكونسيسيون بتاع 1998 ثم ملاحة أخرى كان وتاتا نوريها لك دي جولبون شكونه جنرال فرنساوي معناها من مولود عام 1905 دي جولبون عمل الحرب نتاع الاندوشين حرب في تشاد كان في جرجيس هنا وكان هو المسؤول على الجنوب التونسي في 56 ايامات احنا نزغرتو ديما 20 مارس 1956 استقلالنا كان دي جولبون هو المسؤول على الجنوب التونسي والمقر نتاعو كان جابس من الجنرالات اللي يديه مسخه بدم التوانسه ودم اولادنا اولاد الجنوب وبيتنا احنا وجدودنا فهمتوا اللي وقتها هما يسميهم لي زانتيغريست فهمت للاسف دي جولبون ما خرجش من تونس دي جولبون كان هو من الكونسي دادمنستراسيون في كوتيزار مات دي جولبون عام 85 ولده نوربير مازال في الكونسي دادمنستراسيون تاع كوتيزار نوربير تشوفوا معناها تسل تقرا عليه نوربير في 2011 وقت الثوره كان يمجد في تونس ويبشر بالخير لتونس وكان يحث 1200 شركة فرنسوية في تونس باش يقعدوا يستثمروا في تونس ويقعدوا يخدموا باش يبشر فيهم انه هو باش تزيد معناها تونس تتطور وهذا طبيعي يعني من ولد تونس معناها هذا نوربير معناها ولا يدافع على تونس اكثر من التوانسه
الملح هذا ما هوش ملك تونس، الكوتيزال ما هيش ملك تونس، المدخول متاع تونس من هذا هي العقود بالهكتار. عندهم أنا كيما زرزيس 13200 هكتار، كان ماشيين على الكونفونسيون بتاع 49 اللي هي بفرنك هكتار، ضربهم في 13200 في الفرنك، مش عارف يجيب 13 دينار و200 يكون في العام. فما باقي قدو تونسيل في بنقردان، معناها بين بنقردان وجرجيس معناها قاعد يخرج حوالي مليون طن، وهو هذا مش موجود في الستاتستيك متاع البرة، على خاطر الانتاج متاع كوتيزال وحدها هما البرة يقولوا في الجروب سالان اللي هي تملك كوتيزال ريزون دو 65% تقول كوننا نستورد من تونس في مليون طن. الكوتيزال في 30 جان في سناء أعلنوا أن هم قاعدين ينتجوا في 900,000 طن، منهم 120,000 طن لتونس. هنا الغريب في الأرقام اللي قدمتها كوتيزال، أنه يعني الشيفر دافير متاع كوتيزال 30 مليون دينار. 30 مليون دينار كيف جينا نشوفه في السعر بريديوزين متاع الملح اللي هو حقيقة 230 فرنك، يعني نقوله كان نقوله 250 فرنك على 120 ألف، هذو ما يجيو 30 ألف 30 مليون دينار. 30 مليون دينار معناها رقم بعيد ياسر، يعني فهمت ما يغطيش 900,000 طن. الطن متاع الملح اللي يخرج من زرجيس حسب شهادة المدير متاع الملاحة بجرجيس اللي هو بين 8.7 يورو الطن إلى 13 وحاجة يورو الطن. الملح الكل يتباع للشركة وسيطة تابعة حتى هي كيما كوتيزال ملك الجروب سالا، تسمى مارين سولت. مارين سولت هذه الشيفر دافير المنتوج المدخل نتاعها يجي ضعف المنتوج بتاع كوتيزال تونس الكل، وهي معناها ما هي إلا معناها شركة وسيطة تاع نيغوست نقول ملك جروب سالا. الشيفر دافير بتاعها دافري societe.com، كي تدخل على سوسيتي تلقى مارين سولت تلقى الشيفر متاعها حوالي 20 مليون يورو، معناها حوالي 45 أو قريب 50 ألف دينار. فهمت وقت اللي 50 مليون دينار وقت اللي في تونس يقولوا عنا شيفر دافير متاع 30، حقيقة الأرقام بالنسبة للكوتيزال ما هيش واضحة. De venir voir ça, c'est vrai que c'est impressionnant quoi. De voir des cristaux comme ça. De loin on dirait de la neige. C'est très beau. Ça, ouais. Et le mirage aussi. Ouais, ouais, mais ouais. Vous saviez-vous que peut-être tant que touriste, vous voyez ça, c'est très beau. Mais côté écologie, vous savez que c'est le désastre ici, c'est la cata. الشركة الكوتيزال وجاء مسؤول على الشركة هذه من فرنسا وحاضر معنا معتمد المكان ونائب الاتحاد الفلاحين وبعض الفلاح وتعمل المحضر، وأن الشركة هذه ما عادش تصب ميل بحر في الصبخة بتاع المالح إلا بكميات معينة، هذا بالنسبة للفلاح معناها يصبوا الماء كان في الجوب بتاعهم فقط. بالنسبة للبحر قالوا نعمل بروتكسيون الحوت معاش يتعدى للصبخة، إلا أن يمكن قادوا ما قلش من عام وبعتلي سيبوا الماء زادوا حفروا القناة اللي تهزمها البحر وصلوها أكثر من 20 كيلومتر تقريب 25 كيلومتر وسط الصباح. سؤال ما تروح عليه في وقت من الأوقات عملت شديد تباكت عملقت قدش رخصة في تأثير مياه البحر على المحيط المجرم تحت، ما تعملش الدراسة فيه. البحر اللي يسبب كميات مهولة في وسط الصخر أكيد وأن باش يتسرب للغابة المحادة متاع الزيتين، ولذا الأضرار متاعه اللي تواضح. الزيتون يبس والملح إذا كان ما تصبش المطر بكميات كبيرة الملح بطبعه يطلع، طلع في الأماكن المحادة لصبخة الملح من الطرفين منه ومنه على الجانب الشمالي والجنوبي والغربي أيضا،
ولت الزيتونة نص الملح والزيتين ماتت، معناها ما عادش بشو، معناها مدة 15 سنين الأخرين ما عادش لقوا حتى الزيتونة هذه فيها صبغة الملح. عملنا الفوسفات، عملنا الغبار، عملنا كل شيء، ما فات فيها حتى حاجة. لاحظ الزيتونة يبست ما عادش فيها حتى معاملة، ولا خليت الآثار تاعهم مازال موجود. بالنسبة للمحمية نتاع الأسماك بالنسبة للبحارة، هما عندهم ثلاثة مجاري، واحدة برك محمية، إلا أن الحمية نتاعها غير صالحة، محمية بالحديد وبالشباك ما تصادفش، والإنسان المضطرج لحب يمشي يشبح الحوت موجود السمك على بعد 20 كيلومتر، المجرى نتاع المية فيه الأسماك، خرجت من البحر ومشيت في طول مع القناة اللي تنزل من هي البحر للصبخة فيه البحر. بقى يقول قايل السؤال المطروح، يندرس الحوت كم يخرج، ما خرج من المحمية هذه، خرج من الشباك، من البرزات اللي عاملينهم، وين يحط في البيض متاعته، والحوتة تعدت والبيض ما حتى بيتعد. المياه متاع البحر اللي تصب في صبخة الملح مش كلها تاخذها الصبخة، بقى يظل الرياح شرقية يتعدى المياه حتى 25 كيلومتر. إذا كان يبينها غربي، المياه اللي مشت للصبخة بترجع للبحر، ترجع للبحر بمصايب أخرى. نو نو سي هولندا سي بلوس ساركوزي سي بيان سور إلي فو مالوازمون. كانت بقعة يسمها القطاع، البقعة هذه كان يعيش فيها الرعاة، وكان فيها بير إرتوازي من وقت فرنسا، كان فيها شركة سماها زاسلورين، كانت تعمل في غاز في الحرب العالمية الثانية، والأثار متاعها مازالت قيمة اليوم، وهذه مسؤولة عليها الفلاح، هي منطقة غابية مسؤولة عليها الفلاح. جات الشركة قسمتها على اثنين، خذت جزء منها ضمت للجوبة بتاعهم اللي تعمل فيه الملح، والجزء الآخر مستقبل لحد يبش تضمه. للفلاح تكلم، للمسؤولين تكلم، لحتى واحد أشار الموضوع حد سؤال غريب ومطروح على المسؤولين بجمعية الصناف، وخاصة الفلاح بدرجة أولى، والوالي والمعتمد وغيره، علاش السؤال؟ شنو الغموض حول الشركة هذه؟ مع الرئيس مدير عام اللي هو صاحب اللي هو انت توصل يجيب المعلومه يجيب المعلومه ويحضر الرخص. احنا هو الحكايه اللي صارت هي عن طريق ضغط شعبي معناتها من شباب زرزيس، وبالاخص من جمعيه زرزيس الحبيبه معناتها مشكورين، وهم اللي معناتها اضطروا الشركه هذه باش تفاوض معنا معناتها كبلديه. الاجتماع اللي صار في بلديه زرزيس وحضر معنا مسؤول كبير من كوتيزال فرنساوية جنسية، حضرت له معنا شريحة كبيرة من المجتمع في زرزيس، ناشطين وغير الناشطين، وقع حوار معنا بناء. المسؤول هذا اقتنع أنه يلزم يفتح المحيط نتاع ويعاون بلدية زرزيس ويعاون معتمدية زرزيس اللي هي معتمدية ضعيفة خاصة في التهيئة. طلب أن يتقدم لنا مشروع، قدمت له البلدية مشروع زرزيس المدينة، جرجيس الجديدة، الكلفة نتاع ما نظن مليار و 200 مليار و 400، وقال لنا معناها باش ننظر فيه. كانت الأمور معناها جد كنا فرحانين احنا ان السيد هذا معناها اقتنع. الشركة هذه قال لك نحن معناتها قبل تفاوضنا احنا والبحارة وكل شيء، ومعناتها ما وصلناش الحل، معناتها يمكن استنفعوا شوية بحارة وبعدها يجونا واحدين اخرين. هم حبوا يتفاوضوا مع مؤسسات الدولة، والبلدية تمثل مؤسسات الدولة في الجهة هذه، فهمت؟ تفاوضنا نحن وياهم، وجاء المدير المساعد مدير العام نتاعهم وحكينا معاه وكل شيء، ولكن إلى حد الآن ما ثم حتى شيء معناتها. وقالوا نعطونا مشاريع حاضرين، أعطيناهم مشاريع إتيد كاملة نتاع مشروع حاضر، لكن إلى حد الآن مازال ما جاوبوناش معناتها، ما ثماش حاجة جديدة. والله هي شركات هذه عالمية معناتها جايين باش يربحهم الساعة قبل كل شيء معناتها، فهمت؟ وثم قوانين اللي هي سابقة من قبل القديمة وكل شيء قاعدة تحمي فيهم معناتها، تحمي في الشركات هذه. طلبناش المستحيل معناتها، قلنا شركة قاعدة تنتج وقاعدة تستغل في الوحدة وقاعدة رابحة من البلاد هذه،
ما فيها بس. وإحنا إحنا أعطيناهم حتى أبعد منك، قلنا لهم حتى المشروع اللي باش تعملوه نسموه باسمكم، معناتها عندكم ببليسيتي ثم موجوده. من احنا هزوا في الملح هكا، وحتى باش يطوروا الانتاج نتاعهم ويعملوا الملح الغذائي ويعملوا يخرجوا لي ديريفون تاع الملح، ما ثماش ما ثم حتى شيء. ولذلك معناتها بلدي جريس لو كان باش يعطونا مليون وزوز ملايين في العام، هذا كل حكايه فرغ. يا اما يتعهدوا باش ياخذوا مشاريع كبرى ويساهموا وينشطوا في المحيط اللي هم عايشين به ويدخلوا فلوس منها وكل شيء، ولا نحن باش يعطونا صدقات ماناش مستعدين باش ناخذوا منهم صدقات. ما ثماش ايجاليتي، ما ثماش توازن في وسط البلاد، وما ثماش مسؤوليه زاد. انت كيف تجي قداش من شركه سكرت من الثوره لتو؟ علاش سكرت؟ يقول لك انا نخدم ونخدم والخدامه نتاعي يخلصوا مليح، صحيح، لكن هل شفت المحيط اللي داير بيك؟ هل شفت تلهيت بالبلديه؟ هل تلهيت بمسجد؟ هل تلهيت بمدرسه قمت عليها؟ ما تلقاش. هذا توجيه بار اكزامبل، تو تمشي لامريكا تلقى عامله ولامريكا الخواص صارفين 11 بليون دولار للسلم الاجتماعي. هذا فاش يحطوه في مدارس باش تصير تنميه، وكي تصير تنميه في البلاد هو تو احنا تو كوتيزال. اذا كان جاء فهمتي ولا ياخذ في وليدات من زرزيس يقريهم بالقدا، طيب يولي الانتاج نتاع الملح لابالان يولي في زرزيس. ما قامت حتى بشيء حيال المجتمع المدني ولا حيال المؤسسات ولا حيال تنصيد الجمعيات او غيرها، ما عملت حتى شيء. بحيث الناس الشركه هذه ربما فيها ناس مؤثره اقتصاديا ولا سياسيا ولا مربوطه باشخاص اخرين الله اعلم، لكن اني اظن انها عندها حمايه كافيه باش تعمل اللي انا فيه. Monsieur de Guilbon, ce qui a fait, à mon avis, avancer la Tunisie, c'est un peu cette autocritique. Parce que... Non, mais ça, c'est pas l'autocritique. Ça, c'est... Ouais.